بلجيكا تعود إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق وسوريا من خلال إرسال 6 مقاتلات من طراز F-16 إلى الأردن، حيث ستتولى لمدة سنة مهام شن ضربات جوية ضد مواقع التنظيم خلفا للطائرات الهولندية. بلجيكا كانت قد شاركت في مهمة أولى ضد التنظيم الجهادي بين 2014 و2015، لكن في العراق فقط قبل تعليق مشاركتها لأسباب متعلقة بالميزانية.